Hello beautiful ladies and welcome back to my channel. شوفوا هذاك يجري. اش اللي كدير انت؟ شفتك كتجري؟ شوف 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 قبيحة. لا بون يلا وصلت الخدمة لقيتهم ندير ليا حفلة بالدار. فانا يلا كيف ما كتشوفوا يلا وصلت الخدمة باقا ما بدلت ما والو، ولكن لقيتهم بما انهم دايرين حفلة في الدار لانه كنزة قلت لكم كان جاي على اساس فيكيشن، ولكن لقيت خدمة وان شاء الله غادي تستقر هنا ما عرفناش شحال. المهم على حساب الخدمة واش تعجبها ولا لا. فلقيت واحد الخدمة جاها واحد الاوفر وهو زوين وعجبها. هذا حيت كيعد الوغ انا كنخاف منه. سو اليوم كنديروا احتفال بسيط، ماشي احتفال يعني وي جاست انجوين. كنديروا شويه ديال الباربيكيو داكشي، وانا نقول عيش الله والله غادي ندير لكم فلوغ. تبقاو معايا انجوي معايا، نخرجوا هذا الخيب من هنا قبل ما يدير ليا بيبي. بلاتي نبدل نلبس بيجاما ونرجع لكم. يس مامي اوكي لوك ات ذس. هادي ما غاديش تطيب ليا هكا. ايوا شنو غادي ندير لكم، هي ريحة جميلة ولكن باش غطيب I don't know. What are you doing? It's too hot. أخت كنزة سالاد سالاد ما سالادنا. اوكي هاد التشيكن حتى هو ديرو. او ماي جاد خصو تغسل هادشي. يام يام اوكي خصهم اللمسه ديالي الصراحه. واو وات از ذيس مستر بدر، ويل دان. اوه يامي ذا سميل. شيف نصرت even though he's not a chef. شوفو سي بدر ويلي على بدر ويلي على بدورة. thank you baby thank you. where is the table cloth? well done huh? well done. show me. it smells so good. thanks. well done chef well done. thank you Mali. amazing like Morocco the you know like the barbecue in Morocco. yes. how the meat smell. معنا الصراحة اليوم شوفوا ما عليك بدر. ماريا what do you think about butter? perfection. well done. go ahead. I wanna see the juiciness. The moments of truth. Woohoo! Yum. Yum. Yum yum. well done, butter. واش دات باي شاف بدر وخلاص الله يمسخك. يلا كم اتس تايم تو ايت. كنزه بالحق دارت سلطه. سمعت انا شوف الهضره. The juiciness. This is called. How is it called? The juiciness. Oh, chef Nostrad. He's not a chef. He's not a chef. Woohoo! Yeah. chef Nostrad? Excellent. Morning, gorgeous people. ونقول مبروك للسيدة كنزة على أول يوم في الخدمة إن شاء الله. يوم يوم الليديز. هلو كوتشز كول. توحشناكم. حتى إحنا توحشناكم. حتى أنا توحشكم.
لا صراحة وحشناكم عفوا سي بلي غابرة عليكم، ولكن عندنا شي حوايج بزاف كيف ما قلت لكم باللي كنزة الحمد لله الحمد لله يلاه لقات خدمة ورجلها حتى هو لقى خدمة، فالأمور تقدت مزيان. هما كانوا جايين على أساس غيجيو فيكيشن ومام طون غادي يشوفوا يعني تيست ذا واتر ويشوفوا واش يقدروا يلقاو شي حاجة ولا يعني كيفاش غدوز الأمور. والحمد لله من يعني the first week لقاو خدمة بزوج بيهم في نفس الوقت، فهذه مش غادي نقول لكم خبر جميل جميل جدا، لأنه صافي بليزير تكون عندك أختك هنا في البلاد. يعني شحال كنتو كتشوفو من مرة تدعلك راسك تدعلك راسك تدعلك راسك هي بصح، ولكن ماشي مشكل. أنا كيعجبني هذاك الصداع ديال الراس، كيعجبني. أهم حاجة أنه كيكون عندك واحد الأخت ديالك اللي عارفة راسك، إلا مشيتي عندها وهدرتي معاها وبكيتي عليها راه غادي تبقى عندها، ما غاديش يعني المهم راكم عارفين ملي كيكون شي اختك اختك ماشي بحال اي حاجه اخرى. ففوالا انا فرحانه بزاف، اليوم هو اول يوم ديال الخدمه ديالها. هاو دو يو فيل؟ باش كتحسي؟ كنحس قطعي قولي لي شنو قال الحس باش نقول لك. شوف غنخلي لكم هادشي كيف ما هو. قولي باش تحسي اكسايتمنت واش يو اكسايتد؟ غتمشي اكسايتد وفي نفس الوقت فيا شويه ديال الستريس. عارفه النهار الاول ديال الخدمه كتكون ما فهمتش يلاه باغي تعرف داكشي كيفاش غادي يدوز كيفاش غيكون، كتكون مازال ما كتعرفش الناس اللي خدامين معاك، ولكن عارفه راسي دغيا كندير بلاصتي وما تخافوش عليا. فوالا. واهم حاجه انت فرحانه بلي تبقاي هنايا؟ فرحانه بزاف 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 بزاف. حس شوفوا انا يعني اكثر واحد كيفهمني اكثر واحد اللي كيكون عندي شي مشكل كنجي عنده هي امل. اكيد اكيد. فاش كنكون حداها كنحس براسي بلي عندي واحد الاكتفات معايا. ثانك يو سو ماتش، الله يخليك لي حبيبتي. سو فوالا هو اليوم غادي يكون اول عرفتي كلشي الحمد لله تيسر ليها وكلشي داز مزيان، حتى من زعما دغيا لقاو كلشي تقاد. من بعد غادي نهضر لكم في لي ديتاي. واحد الحاجه، انا سكنت في نفس الدار اللي كنت ساكنه فيها انا وقبل انا وامل قبل فاش كنا عايشين بجوج. يا ايماجين تخيلوا قبل فاش كنت عايشه انا وقبل ما نزوج ببدر، كنت عايشه انا وكنزه باسكو كنزه كانت خدامه هنايا، كنا ساكنين في واحد لابارتومون. الناس اللي عايفين anyway بلا ما نقول لكم فين بالضبط، المهم كنا ساكنين في واحد لابارتومون هكا على لابيسين، كنا كنحماقوا عليها حتى تصوري حتى عزيزه علينا، ولا كانت عزيزه علينا هذيك الدار بزاف لانه كانت على لابيسين وكان فيها واحد الفايب واو. وسيرتو كتكوني ساكنه غير انت واختك بزوج بكم صغار كتخرجوا زعما تبقى سو نايس. المهم كنت دابا كانت تقلب على فين غادي تسكن على ابارتومون، داك الشيء لقات نفس لابارتومون كاينه، ايماجين نفس لابارتومون وخداتها. يعني الحمد لله كلشي داز مزيان هكا وخداتها. كنت كنقلب وكنبقى هادي ما عجبتني، ولكن اون فوا شفت هذيك الدار كنقول لراسي هادي انا باغي صافي ما تبقاش تقول لي شي حاجه اخرى هادي. عرفتي صافي بليزير مني شفتها انا وقت كنت حكت لها غتترجعي الناس لابارتومون اللي كنا ساكنين فيها. هذيك لابارتومون صراحه سعدنا عليها بزاف لان عندنا فيها زعما دي سوفونير. انا اي كان نوت ويت صراحه باش نبقى نمشي عندها. وانا يلا غادي نقول لكم بلي دابا كل جمعه غادي ندير لكم فلوغ من عندها، غادي لينا كسكسو ان شاء الله. ما تقلقش ما نزكش سيرتو هي دابا يا اوف نهار الجمعه ف يو دونت هاف ا تشويس ماي دير يو دونت هاف ا تشويس. او حاجه اخرى باش نقول لكم، راجلها نفس الاوف عندنا نفس الاوف، وراجلها يخدم في نفس البنايه اللي خدامه فيها انا. هادي واحد كنزاها هي في طريقي نحطها دابا غادي يمشي، يعني الحمد لله الحمد لله. وراجلي في لابوس ديالو كيمشي عندها. وراجلها مع في نفس البنايه اللي انا فيها، الوغ في لابوز ديالو كيجي عندي كنشربو قهوه تنجلسو، ملي كنكون غادي نخرج كنمشي نجلس معاه. اتس سو نايس اتس سو نايس. اني واي الحمد لله كلشي داز مزيان. ثانك يو سو ماتش على الدعوات ديالكم، وانا فرحانه بزاف صراحه اللي غتبقى معنا الاخت العزيزه، وغادي نرجع لكم من بعد ما نجيب الخدمه اول يوم ديال الخدمه باش نشوفوا كيفاش ولات. واش تبقى هكا ولا باش نشوف الفيدباك ديال الخدمه كيفاش تصبح مقاده وداكشي اجي شوفوني. فوالا برامس برامس غادي ندير لكم فلوك، يعني غادي لكم فيديو من بعد ما غادي تجي من الخدمه باش تشوف كيفاش غادي. اول حاجه غادي نشوفو هي واحد الشمزه هنايا كنزه اختي مني كتعيا وكيطلع عليها الدم كدير واحد الشمزه هنايا، هذيك كنعرفها طالع عليها الدم. فوالا انا الا شفتها شاده شعرها هنايا كنعرف
بلا ما تهضري معاه. حميد كيقول لي صافي درتي الشفنجة كيف درتها؟ لا كدير الشفنجة وعافاك ما كتلبس واحد البيجامة وكتطلعها حتى لهنايا. صافي إلا طلعت السروال حتى لهنايا هذيك راه دانجر زون، ما تقربوش حداها وما تهضروش معاها. على وصلنا دابا الخدمة ديال الكنزة وغادي نقول لكم السلام عليكم وغادي نشوفكم مني غنسالي الخدمة ديالنا بجوج باش نشوفوا الردات فعل من بعد الشغل لأول يوم. واش غتلقاوني مطلعة السروال ولا لا؟ نشوفوا واش تعجبها الخدمة ولا لا، أوكي؟ Love you guys. Ciao ciao. Hello. اول حاجه حتى واحد ما يقول لي حتى شي حاجه على اللون ديال شعري، لانه اللون شعري خصني ندير ليه تونر باش يتقاد. فنحيدو ما نهضروش على اللون ديال شعري وندوزو للاخت العزيزه. Hello my dear. كيف كان اول يوم بالشغل؟ اول نهار كان زوين. اها داز زوين، عجبني الحال. ما كاينش زعما شي خدمه اللي صعيبه، لي سورتو خدامه مع البوس ديالك كيكون مغربي كيكون واحد الجو ماشي بحال كنزة البوس ديالها ولا الاونر ولا حتى خدمه البيرسونال اسيستنت ياك هي بس كنت جينا بالآن هي بيرسونال اسيستنت ديال واحد الولد اللي هو مغربي. على الحمد لله he's a very kind person. شوف هذا الشيء غادي نخليه، ما غاديش نحيدو، ما غاديش نسكتها، نخليها. So you feel good? Yes, I'm good. الحمد لله الحمد لله everything is good and مهم انا عرفتي ما بغيت ناخذكم معايا، ولكن معايا كان معايا بدر بلاش ما خديتكمش معايا. المهم رجعت اول حاجه بدلت حوايجي ومشينا للجيم انا وبدره، لانه بدر جا عندي الخدمه ورجعت انا وياه من الخدمه. مشينا للجيم انا وبدر، عرفتي قتلت عليكم قتلت البيرسونال ترينر. انا البيرسونال ترينر ديالك والله. المهم ديت بدر مسكين بقى تيحلف عليا، قال لي ماما ني نبقى نمشي معاك للجيم. صراحه بلاتي دوري لي الكاميرا هاكي ها هي. المهم انا اول نهار جيت هنايا مشيت انا وياها وراجلي، كانت اول واخر مره غنمشي معاها. حيت كتخف وما كتعياش وما بقيتش نمشي معاها. بدر حتى هو قال لي يو ار مونستر يو ار مونستر ان ذا جيم، ولكن عرفتي شنو درت ليه؟ سخفتو باش مابقاش يمشي معايا الجيم، مشي بوحدي هادشي كامل غير باش يمشي بوحدي. المهم عرفتي صافي بليزير. المهم حتى ملي كملنا الورك اوت درنا من بعد واحد الستريتشز، ومن بعد درنا بحال الميديتيشن بحال اليوغا، عرفتي صافي بليزير تصنتي هكا العظيماتك و it feels so good والله. المهم I feel so good. الحمد لله الحمد لله امور كلها دازت مزيان. كنزة هي امورها تقدرت زعما وي فيل سو هابي لي كلشي الحمد لله. مني جا وكلشي الله سهل اليوم وداز كلشي مزيان. هي واحد الحاجه ديما كنت كنقولها لكنزة، كنقول ليها غير كوني بوزيتيف زعما ثينك ويد بوزيتيفيتي شنو غيوقع وكلشي غادي يتقدم. اوكي بغيت نسولك واحد السؤال دابا كنزة، هي انا عادي كنهضر معاها بحال هكا وهي عارفه راسها. قبل كانت فواحد البيريود كانت بلات نيجاتيف بزاف، داس يعني عادي يمكن لاج ديالها ولا شي حاجه. المهم كانت النيجاتيف كانت تقول لك انا ما عنديش الزهر اكزاكتلي. وانا كنكره هذه الكلمه ديال الناس اللي كيبقاو يقولوا انا ما عنديش الزهر انا ما عنديش لا، ولكن منين ما بقيتش كنفكر هكا الحمد لله فوالا. مني جات اكزاكتلي مني جيت لدبي قلت لها اول قانون غادي نخدموا عليه هو هذا القانون ديال انا ما عنديش الزهر، غادي نحيدوه بالمره. لا بقيتي كتقولي انا ما عنديش الزهر انا ما غنديرش انا ما عنديش نخدم انا هادي، راه ما عمرك ما تخدمي ما عمرك ما تفري اكزاكتلي. علاش عقلت وهضرت معكم مره على واحد الحاجه ديال السبكونشس مايند اللي هو العقل الباطني. العقل الباطني راه هو واحد العقل اللي هو كيف ما غادي نقول لكم هبيل اللي قلتوها لي كيتيقها. انا بغيت نديرها بطريقه مبسطه. اللي قلتوها لي كيتيقها وكي كيديرها يعني كيحطها في الارض الواقع. فإذا قلتي لي بلي انا ما عنديش الزهر انا ما عنديش ننجح بحال الناس اللي كيقراو انا ما عنديش ننجح انا ممكن ما كنفهمش دغيا
ما فهمي حتى شي حاجه وغدا تسقطي يعني ذات. اما الا كنتي كتقولي انا واحد الانسانه ذكيه انا غادي نوصل انا غادي نختم انا ان شاء الله الله غادي يسهل عليا داك الشيء اللي غادي يوقع. وها هي خير مثال لي هاد الاخت اللي حدانا كتقبل مني كانت نيجاتيف وكانت كتفكر بحال هكاك ما كانتش شي حاجه كتصدق ليها دابا كيفاش داك الشيء دابا ولا كلشي مزيان ما بقيتش كنفكر هكاك صافي ولا اصلا الا كان عندي شي مشكل كنقول صافي صافي هذا المشكل غادي يفوت ان شاء الله مورا غادي يكون زعما غادي تقاد الامور الحمد لله. ايوا فوالا سو هذه هي الليسن ديال اليوم. خليكم بوزيتيف و ديما فكروا بالبوزيتيفيتي ديما خليكم ايجابيين ديما الحوايج اللي نتوما باغيين توصلوا لهم هي اللي تحطوهم في راسكم وهما اللي تعاودوا ديما كيكون بارفوا كتكوني باغي ديري شي حاجه وما كتيسرش ما كيكتبش لك هذيك الحاجه صافي ماشي كتوقفي عندها كتقولي الخير وفيما اختاره الله ربي ما سهلش عليا فهاد الخدمه غادي يعطيني خدمه احسن منها ماشي تبداي لا انا منحوسه بحال انا شحال هادشي فوالا انا اكثر حاجه تنكرهها هي هذيك وانا ديما من واحد لو جون اللي واخا ما شنو غيبقى عليا كنبقى نفكر كنبقى نقول اوكي دابا واش انا لا تعصبت وغوت وبكيت وداكشي غنبدل هاد الحاجه اللي ديجا وقعت نو فكنقول يلا دابا تجي شي حاجه بحسن وكنسى وسوف بلاصه صافي كان الا ما كتلقاني كنخرج كندير شي حاجه كنظن انا بلي كنظن اكثر الناس اللي كتعرفني انا كشخص كيفاش دايره زعما نتوما كتشوفوني هكا في يوتيوب كتشوفوني يعني انسانه كنضحك بزاف ولكن كنزعفني في الطبيعه ديالي بلي اكثر من هكا عندي واحد الحماق ما كاينش كنشوش ما وراء الكواليس يعني انا من واحد الجوغ اللي ملي كنحس براسي داون كنحط ميوزيك كنحط موسيقى كنبدا نشطح صافي كنولي هايبر كنصدق في شي حاجه اللي هي بعيده عقلتي غلطه عقلت لي هادي فاش كنتي الله حملت عرفت راسي حامله كنزلت لي هادي قالت لي تولدي ولد مروج نجيب لك شي حاجه ديال البنت باش والله يوفقك ها ولدت واحد بيان اليوم بنتها عضات لي بنتي من هنا من هنا انا عندي واحد السنجاب صغير ما كيزكاش من العضان وعضات بيان مسكينه من هنا بيان بغات تعلق وهي تعض من هنا ما خاصك دابا باين ما كتنساش وشي واحد لا دار لها شي حاجه كتلخ الا جات ضربات لك بنتي ما تجيش تشكي لا انا غدا غادي نقول لا خليها تتلخ عاد باش تحول ياك اوكي جايز نتمنى يكون عجبكم هذا الفلوج الخفيف الظريف وان شاء الله نشوفكم في فلوج جاي عارفه راسي كنغبر عليكم هاد الايام ولكن شوفوا نديروا لانه كان الجمعه ان شاء الله دابا حيت مازال كانت الامور ما مقداش وكانت كنزه مازال تتقلب على خدمه وداكشي كنا حنايا مازال يعني ما عارفينش واش شنو نديروا ولكن دابا الحمد لله الامور تقادات يعني مني وقنا ساتل داون غنبدا ندير لكم دي فيديو ان شاء الله زوينين كتر وكتر والفيديو جاي نحاول ندير لكم داكشي اللي باغي ندير لكم على الشعر وداكشي على شيئين حتى هي سو جايز اي لاف يو سو ماتش اند اي سي يو ان ماي نيكست فيديو تشاو تشاو